قال شكرا محمد العويش تكلم صلاحيه صراحته اخواني والله انكم تكلم صراحه والله انا العب عليكم حط يا اخواني ما لعب قال موجود 30% هو صار ترى 30% لحظه ترى احنا يوم 19 30 بيصيرون 70 في يوم راجل 46 يعني في ذاك هو قال يوجد 20% حسد وزعل ولا مواقف ولا عتب لا 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 جاب معلومة جديدة أصلاً هذا ديدن البرامج الوقعية يصير في خلاف حنا بس يا أبو حمود يا أبو حمود حنا ما نختلف على أن عدم وجود الخلاف مرة ما فيه ندري موقنين متأكدين غير يجحد لكن حنا نجيب بعضهم يقول لا حنا على قلب واحد وحن سوا كان رجال ده وضح لنا وقال ميد أبو عنزي في كلامه قال أنا لو حصل شيء بجي أعلمكم إذا تطور الموضوع ما قصر تتوقعون والله ما قصر تحية أبو يا ابو حمود يا ابو انا بيجيكم معلمكم عاد بيجي بنجيبه بعلي بنجيب هالليالي منتظرك يا محمد لا لا اقول لك شيء عبد الله عبد الرحمن كنا نساله البارح نقول انت يا عبد الله سويت كذا ولا انت تحب كذا وش قصدك انا واخوياي يا اخي الواهس عنده من اخوياه اعوذ بالله اتركوا انا قبل طيب على الطاري عبد الله عبد الرحمن والشعر ترى عندكم مجموعتين كل مجموعه مطلوب منها عمل فني يتوزعونه فيما بينهم الشعراء والمنشدين الشعراء والمنشدين في اقرب وقت الشعراء يكتبون والمشيدين عشان ينشدون هذا العمل في أقرب وقت أتمنى أنكم تستعجلون في هذا يعني مجموعة الموضوع. وليد لهم عمل ومجموعة عمر لها عمل صح والمشيد معهم لا هل لا في تنافس بين الأعمال هذه؟ هو يتكلم عن الشعراء والمشيدين فقط الشعراء والمشيدين والباقيين طيب لأنه كم الشعراء؟ الشعراء اثنين الباقيين شو يكتبون ابن حلال هو عبد الله عبد الرحمن يلا كتب واعترف انك كتب البرايم طيب المشاهدين ليه تخلونا الشعر المشاهدين ليه ما يصير لجميع المتسابقين عشان حتى نسمع اصوات جديده يمكن يجي محمد فهد صوته زين والله يمكن ما يجي سالم عدي صوته زين قسم بالله ما يجي لو بس شمس ظهرت من امس حطوني يا رجال قدرنا 19 ولا واحد منشد ولا واحد صوته زين طيب هذه اول نسخه ما فيها ولا منشد لا يمكن عندهم بس ترى الامر تجرب مشرف يعني منشغلين في الاخوه والصداقه مشرف يا رجال حرام طيب أنا. سلطان المطيري نبي نشوف له مقطع سلطان تغيم نبي نشوف له مقطع شفناه مره احنا بس اللي جانا مره واحده اللي قلنا من انت يا سلطان اللي زعل على فلاح يقول انت ما خلتني اول واحد ايه اللي يقول انا ما تعدى واعتذرت الله ياخذ العقل يوه عطونا مقطع جاهز مقطع مشعل يلا عطونا مقطع يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي ترى يا شباب المقطع ذا يا ابو عنزي شفت الصوره والمقطع ترى الفرق بين 16 17 مراجع 16 يوم واحد يوم واحد حتى ما كمل 24 ساعه يا اخواني ترى العكازة ذي هو اللهم لك الحمد سلطان ما يمر بعرض صحي سلطان علم تونة محتوى ثقيل يا سلام فأخذ العكازات تساعده الله في يوم وصل الوجهة حقته ونزل المحتوى فك العكازات طلع منكم وقام يسحب يا أخي مو صح يا أخوان الله يهديك سلطان ما يمر بعارض عضوي يمر بعارض نفسي والله أني من البارح أضحك من المقطع يا جماعة كيف يا ولد كيف بعكازتي اليوم واليوم الثاني يلعب يعني المسألة أقل شيء مسألة تدرج بنطر العكاز اليوم الثاني بحاول أني أمشي على خفيف اليوم الثالث بدأت أمشي لكن يا ولد ألعب وأرقص أبو مناحي أقول أول شيء الله يجعلنا ولكم ستر والله العظيم إيه جازت لك والله العظيم يا جماعة يعني على الاقل بستغني عن عصب عصبه اخليها على الاقل بحط ذا حقت الرجال على الاقل وانا في محلي بقول الربع على فك العصب البارحه انا في محلي بقول كذا اما اني بقوم يلا شيء فضيعات اتمنى يتجاوز بس سلطان كذا كثير صح ان ابو فراج تقول انه ما عطاني حقي في القصيده وكذا بس ما يصير اكتب قصيدة افضل لك نتمنى الشفاء العاجل لسلطان المطيري ما يحتاج سالم خلاص الشفاء يمكن شفاء اخر هو قصد الشفاء النفسي نعم الشفاء النفسي على ما قال ابو عنزي تستمر انا اسميها تجاوزات او غلط بعض المقدمين في التصوير في سنابات المتسابقين او سنابه للمتسابقين في سناب المقدم تستمر هذه الظاهرة أبو حمود نواف عقاب
صور المتسابقين في فقرتنا. نواف حقاق؟ نعم. أخواني والله نحن من يد نشيط إلى يد نشيط، يعني كل يوم نصيح من مقدم، والمشكلة أن 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 تجاوز هذا مبسوطين عليه متسابقين، كل ما قصور قلب، كل ما قصور قلب يا رجال. فرتك شوها في الشاشة 18 ساعة، باقي يدور طلوع في جوال المقدمين. يا أخي إذا جاك المقدم قال يا مقدم أنا أفداك، الله يرفع قدك وعشانك، فكني في صورة. يا أخي أنا بس أسأل، هل في أحد منكم قال الكلام هذا المقدم؟ يعني أنا أتمنى أن فيه واحد يقول نعم جاني المقدم الفلاني بيصورنا، قلت له أنا أعتذر. ما فيكم ولا واحد؟ نعنوا بريسكم كلكم، ما فيكم رجال يقول يا ولد تعوذ من الشيطان؟ كل ما شاف رجال مع جوال جا جنبه يرز عمره. يا ولد لاحق على التصوير ولاحق على المنشنات ولاحق على المحاكاة. نواف والله يا نواف انك خطيت على عمرك، يعني مبدع نجم قامة إعلامية ذو حصد من الجماهير، تجي تخطي خطأ زي كذا، خطأ بسيط. يعني الخطأ هذه خلها الناس غيرك، ناس توها تدخل في هذا المجال. يا أخي يا نواف عقاب ما هو منطقي الخطأ هذا. ليه يا نواف؟ ليه؟ يعني هل تبغون انه ينسحب الجوال من المقدم من ما ينسحب من المتسابق؟ طيب والنقاط كيف يسحبها؟ من الهاشتاج كيف يسحبها؟ هل نلغي الهاشتاج يا مقدم عشان تزعل أنت والجمهور والمتسابقين سوا؟ يعني نجيكم يمين تروحون يسار، لا مقدم فيه عقل ولا متسابق فيه عقل ولا حد يفقه إنا لله. وش عاد نسوي يا مسلمين؟ ترى الأريحية في العمل زينة، حنا نقدر نشدد، ترى والله حنا نقدر نشدد على قلم وورقة. يا أخواني ما بكذا يا نواف عقاب، وأنت يا متسابقين ترى أبو فكري طال عمركم مع جوال اللي يبغى يصور. تدري ليه يا أبو حمود؟ تدري ليه المتسابقين خلاص خلوا الموضوع عادي؟ ليه؟ إذا جاء المقدم قال والله أنكم في وجهي. أوه. خلاص والله أنكم في وجهي. على أي أساس؟ بأي حق تقول الكلام ذا أنت؟ صح. يعني هذا دور هذا دور الإعداد. أنت مقدم. لا تقول مقدم، دقيقة. أنا في وجهي. صل على الحبيب. أنا مقدم وقلت له ترى بصورك وتراك في وجهي، أوكي؟ أنا ضمنتك. جوالي عام يا مسلم. أنا صورتك والله إنك في وجهي، وجاء واحد منك متابع لك وصوره وارسله للإعداد، بعدين المقدم تحط عليه لوم؟ لا طبعا. لا ترتكب الخطأ وتقول أنت في وجهي. نعم أنت في وجه الرجال، وجه الرجال في الرجال تحتمي، لكن اللي صورك واحتماك الجمهور ما احتماك. الإعداد مصور، الإعداد اللي صورك وأخذ الصورة ونزل عليك ما احتماك. أنا أشوف إن الخطأ من البداية. أنا أشوف إن المتسابق والمقدم مشتركين في يعني بالذنب. المقدم يعطي المتسابق الأريحية ويعطيه الأمان، والمقدم يجي خلاص إذا شاف المرة الأولى أنه ما خصم عليه المرة الثانية بتجاوز ومرة الثالثة بتجاوز. أنا أذكر والله العظيم أني أذكر يعني وبقوله حتى بالاسم، جيت في البزنس واحد وصورت المتسابقين، كنت يعني في فقرة توقع مضياف عند ركان ابن ملهي، فصورت يعني جميع المتسابقين إلا متسابق، قال لي لا تصورني. شكرا له يا أخي. جاء عندي ردة فعل أنا أحمد العوض كان مقدم معنا في البزنس الماضي، قال لي لا تصورني أنا علي خصم بعد إذنك. شكرا. والله لا زعلت ولا شيء. شكرا. خلاص من حقه. فلو المتسابق جاء عند المقدم قال له لا تصورني، مقدم هو مصور. وحتى يعني لو قال لك مثل نواف قال لك مثلا قال لك في وجهي، أنت يا نواف كيف تضمن العار؟ أنت سنابك متابع بالالاف، الاعداد نفسه بيجيب يعني الصوره يقول يلا هاك يا صالح، ولا مثلا الاعداد اذا شافوا نواف قال في وجهه خلاص يقول والله في وجه نواف. لا يكتب نواف على الصوره. لا يا حبيبي يكتب على الصوره ترى في وجه. لا الصوره في وجهي يا اخواني. انا شف في طرف ثالث، تدرون من هو؟ ابو عيسى. ترى ابو عيسى يعتبر طرف ثالث في المشكله هذه. ليه وش دوره ابو عيسى؟ ليش ما يفعل دوره؟ انا خلاص يا شباب ترى الشخص اللي بيطلع عليه خصم 2000 نقطة في وجهه ولا ما في وجهه، مالي دخل. أنا شفتك في فقرة، هم طبعا تم الخصم عليهم، لكن بلغهم يا أخي يا شباب ترى الشخص اللي بيطلع بأي سنابة ترى عليه خصم 2000 نقطة أو 3000 نقطة أو 5000 نقطة، حددوا لهم نقاط معينة بحيث أنه يكون عندهم علم ويتجنبون. حتى المقدم اللي بيجي يصور مرة ثانية ورد المتسابق مرة له قال لا تصورني، المرة الثانية مو مصورة خلاص. بس إذا كان في تهاون من المقدم ومن المتسابق ومن الإعداد تصير الدعوة سبهلة. أصلا أنا أشوف لابد تفعيل دور الإعداد أول شيء، والضرب بيد من حديد. أي نعم، المقام الأول في المقام الأول الإعداد. أي نعم، المتسابق يرفض
اذا رفض المتسابق المقدمه راح يصور مره ثانيه. طيب من هم من هم اللي صورهم؟ انا عندي فضول، عندي فضول اعرف من هم لان في مطالبه بعدنا. طيب المقطع جاهز انا جايك في المقطع. يا سلام يا سلام، المقطع جاهز يا مشعل. حامي حامي ورانا سحور. المقطع يا مشعل سامعني؟ مشعل الظاهر يتسحر. حق نواف عقاب. والله كان يخصم والله. اقول انت بوجهي. مع المرجع. حي والله يا ريال. تبي تسوي لنا شاهي هنا بالراس. وين؟ ناصر السلف. حي والله ذا البراي. ناصر السلف. فؤاد عبد الله. فؤاد. طبعا ترى فؤاد مبتسم، يعني راضي بالجرم المشهود. والله شوف، إذا المتسابق التزم بالنظام والقانون حبذا، إذا ما التزم القانون لا يحمي المغفلين. نعم، هذه نقطة ثانية. إذا أنت يا متسابق نجم ومظهر نفسك بالشكل المطلوب، صدقني ما أنت بحاجة سناب شخص ولا الثاني ولا الثالث تطلع فيه. والله الذي لا إله إلا هو على ما أقول شهيد، على ما أقول شهيد، إني أنا كنت متسابق وكان فيه ضيف مؤثر وموثق في منصة سناب، وكان ضيف عند بدر الحسين لفترة الظهر، احنا نصلي الظهر المسجد، جار الضيف ذا تكرما منه ومحبة منه أظهر جواله قال بسلم معه، قلت والله أني أتشرف أنا في ظهوري بسنابك، ولكن والله أنه بيلحقني خصم يزين غد. والله الذي لا إله إلا هو أنه اجتمع بي في معرض معرض العطور واستبادلنا الصور وضافني وضفته والحياة بسيطة. يا أخي شيء ينقصك شيء؟ أنا حلف وأنا على بر، والله الذي لا إله إلا هو إني صادق، ولكن أنا أتوقع ما لا شوف أبو عقاب ما أخطأ. ما أخطأ؟ أبو عقاب ما أخطأ. طيب. ربما أنهم يجونه يقولون طيب لا لا إنه أبو عقاب أخطأ، أنا أطالب بخصم 3000 نقطة على فؤاد. أهم شيء 3000 نقطة على فؤاد. ولا هي 3000 ريال. اسمع، 3000 نقطة على فؤاد و 2000 نقطة على كل من طلع في السناب بطريق الخطأ. مو شغلي. شفت الجوال اللي ارتفع؟ غادر الله لينك. الصلف لحقوا الصلف 3000 نقطة. الصلف وفؤاد 3000، الباقيين عطوهم على 2000. أنا أطالب بذلك والله لا أسعى فيها. لا خليكم إذا شفتوا الجوال في يد المقدم يجيك وجبال. ما هي الطريقة يا مسلمين. نعلمكم آلية ونعلمكم سياسة برنامج. يا مشرف يا مشرف نفداك علم أخوياك. جبناك في الأسبوع الأول قلت نعم. علمونا في الاجتماع الاول يوم وقعنا العقود، علمهم الربع ترى معهم ذاكره 5 ثواني ينسون الاخوان، ترى مهمه عندك كل 5 ثواني تعلمهم، كل 5 ثواني والله يما يا الربع عما مشرف اقسم بالله يا رجيل انه صدوق وصريح وما عنده تصنع ولا عنده اي شيء يا رجيل، من يوم بدا للحين ما ارتكب خطا، ما في تصنع، ما في حتى كلام جدي يكفيهم على الضلع السيء. خله طيب نتمنى التقي. اول شيء جهزوا لي محسن السبيعي، محسن السبيعي في كونفشن روم. اتمنى من المتسابقين التقيد بالانظمه للفقرات، اعيد واكرر في فقره وازع، في فقره نواف عقاب، في الفقرات القادمه اتمنى انكم تحترمون انفسكم وتحترمون الشاشه، لان هذا بيعود عليكم بالخصم والضرر بشكل عام. اذا جهز محسن بلغوني. أبو عنزي، دخول المتسابق مشاركته في البرنامج بشكل عام، فيها أنواع المتسابقين، مثلا متسابق بجمهور، متسابق بلقب، متسابق بشهرة، متسابق بيكمل، وش تتوقع يعني؟ في بعد صنف. وشو المتسابق المنصدم. المنصدم؟ ايوه. وشو ذا؟ يجي يدخل البرنامج وهو حاط في باله شيء معين، عرفت؟ وهو اصلا ضايع الفكرة اللي في باله، ما ادري منين جابها، ما ادري وين كان يوم استوحى الفكره دي، يعني ما يشوف البرامج ولا يشوف ايش اللي يصير بيها، فهو جاي عنده فكره معينه وعنده خيالات واسعه ويجي ينصدم بالواقع. يعني يجي في باله ان ان البرنامج انه برنامج فله وناسه وسقها تجي زي ما تجي، وعطها زي ما تعطيها، تجي ولا ما تجي خلها تولي. لكن اذا جاء انصدم بالواقع، شاف في البرنامج انضباطية، شاف فيه تنافس، شاف فيه يعني شراسة، فيه ذكاء. اي نعم، وشاف ان الاشخاص اللي معه مهم على الاشكال اللي كان يشوفها في على الشاشة،
الضحك والوناسة. إذا انقطع البث لقاله حوش جاء بينهم أنت كلام. سويت إيه نعم جاء بينهم قلت. كلام ليه تقول كذا ليه تسوي كذا عرفت ولقى نفسه خلف الصفوف ما له أي خانة لا هو متسابق ولا عنده صراحة مكسر لا ولا عنده روح تنافس عشان ينافسهم ولا عنده مادة يقدمها ولا عنده محتوى ولا عنده شيء يعني فشل. والمشكلة والأدهى والأمر وش هو أنه أقر في نفسه وفي داخله أنه فعلا فشل وأنهزم نفسيا خلاص طاح ما عاد يقدر يقول ورضخ الواقع جدا. طيب محسن جاهز محسن معي محسن